السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ وياكم صديقكم علوش كسار، واليوم موضوع جديد انه القناة القديمة انسدت اللي بيها 193,000 مشترك، وفيديوهات كانت كثيرة بها ويعني وبها مشاهدة هواي. انسددت القناة، سديناها لان سببت لنا مشاكل وشي. فاليوم فتحنا قناة جديدة هم بنفس الاسم ونفس الطريقة وجد قصص جدد، بس انه ارجو منكم انه تشتركون بالقناة وان تدعموا مثل ذيك، مثل ما بيضتوا وجهي وبيضتوا وجه قناة علوش كسار. ان شاء الله راح ننشر بها قصص جديدة، واحب اعتذر من كل الاشخاص لان انقطعت حوالي شهرين بسبب الشغل مالتي، فاحب اعتذر من كل الاشخاص اللي ما قدرت ارد عليهم. شوفوا هسه عدل الواتساب 124 رسالة، هذا التليجرام، فيعني احب اعتذر من كل شخص ما قدرت ارد عليه. ان شاء الله راح هذا عندي انا شهر كامل، لان بعد شهر يلا داوم بالكلية. الخاطركم والله على مود انشر بها قصص جديدة وعلى مود ارد على كل شخص، اعذروني على الانقطاع. ان شاء الله راح نبدا من جديد وراح نبدا بقناة قوية، بس ارجو منكم بشغلة بسيطة انه تشتركون بالقناة وانه تدوسون مشاركة للفيديوهات وانه تدعموني ان شاء الله حتى ما اقصر وياكم. شكرا لكم، واعتذر لان اخذت من وقتكم حوالي دقيقة ونص. كان وياكم صديقكم علوش كسار، وانتظروا القصص الجديدة والرائعة وان شاء الله ما اخيب ضيكم في امان الله. وجه قناة علوش كسار، ان شاء الله راح ننشر بها قصص جديدة، واحب اعتذر من كل الاشخاص لان انقطعت حوالي شهرين بسبب الشغل مالتي، فاحب اعتذر من كل الاشخاص اللي ما قدرت ارد عليهم. شوفوا هسه عدل الواتساب 124 رسالة، هذا التليجرام، فيعني احب اعتذر من كل شخص ما قدرت ارد عليه. ان شاء الله راح هذا عندي انا شهر كامل، لان بعد شهر يلا داوم بالكلية. الخاطركم والله على مود انشر بها قصص جديدة وعلى مود ارد على كل شخص، اعذروني على الانقطاع. ان شاء الله راح نبدا من جديد وراح نبدا بقناة قوية، بس ارجو منكم بشغلة بسيطة انه تشتركون بالقناة وانه تدوسون مشاركة للفيديوهات وانه تدعموني ان شاء الله حتى ما اقصر وياكم. شكرا لكم، قناة سديناها لان سببت لنا مشاكل وشي. فاليوم فتحنا قناة جديدة هم بنفس الاسم ونفس الطريقة وجد قصص جدد، بس انه ارجو منكم انه تشتركون بالقناة وانه تدعموا مثل ذيك، مثل ما بيضتوا وجهي وبيضتوا. السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ وياكم صديقكم علوش كسار، واليوم موضوع جديد انه القناة القديمة انسدت اللي بيها 193,000 مشترك، وفيديوهات كانت كثيرة بها ويعني وبها مشاهدة هواي، انسددت.